كما أسلفت الذكرى في العناوين 12 تلميذا مغربيا كانوا ضمن 3500 تلميذ من مختلف بلدان العالم يمثلون هنا ثانويات تم انتقاؤها لقضاء أسبوع في واحدة من أعرق وأنجح وأقوى الجامعات في العالم هارفارد الأمريكية، وهي تنظم مؤتمر جامعة هارفارد اختار محور الدبلوماسية في عصر العولمة. عند عودتهم هنا بدار البيضاء التقاهم صباح اليوم محمد إسرة. الصورة لجامعة هارفارد إحدى أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية. هؤلاء التلاميذ كانوا قبل أيام هناك في زيارة للمشاركة في مؤتمر تنظمه الجامعة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة. استقبلتهم مؤسستهم اليوم بحفاوة في حفل حضره أطر المؤسسة والأباء. حصلنا الشرف في أواخر شهر يناير أننا نشاركوا في هيئة الأمم المتحدة في جامعة هارفارد، مثلنا لأول مرة المملكة المغربية في هذه الجامعة، وحصل لنا الشرف اننا نتلاقاو مع بزاف الناس من كاع انحاء العالم، اكثر من 4000 واحد. تعلمنا بزاف ديال الحوايج، مشينا تلاقينا مع بزاف ديال الكولتور، بزاف ديال الثقافات، تعلمنا منهم كيفاش تقدر تدوي مع الناس، كيفاش هذوك الناس اصلا كيفاش كيفكروا، كيفاش تقدر تتعامل معاهم، كيفاش حنا نقدروا نستافدوا منهم. عددهم 12 تلميذا وتلميذة مثلوا المدرسة المغربية في هذا المؤتمر وتبادلوا التجارب مع التلاميذ من مختلف بقاع العالم. كان تمثيل جد مشرف، لان لا المنظمين ولا المشاركين اللي كان العدد ديالهم اكثر من 5000 مشارك نوهوا بالمستوى العالي ديال التلاميذ، خاصه في كل ما كيتعلق بالدبلوماسيه الشابه، وخاصه في المستوى ديال اللغه الانجليزيه ديالهم، فهذا شرف كبير ومكسب كبير للمدرسه المغربيه. تجربة جديدة تنضاف في مسار هؤلاء التلاميذ الذين يشقون طريقهم نحو مستقبل دراسي ومهني ناجح.